أجاز الكونغرس مشروع قانون الكابتاجون 2 الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة الحكومة السورية والشبكات المرتبطة بها وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات. بحسب مشروع القانون، فإن التصنيع الضخم للكابتاجون وإنتاج مواده الأولية مكثف في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة السورية، وقد شهدت تلك العملية تطوراً يهدد الأمن القومي الإقليمي والدولي. التزام الولايات المتحدة بمكافحة تجارة المخدرات في الشرق الأوسط، خصوصا إذا كانت هذه التجارة يعني تتعلق بسوريا وإيران. تاريخيا الولايات المتحدة كافحت جميع أنواع المخدرات كتجارة، فكيف إذا كانت هذه يعني المخدرات لم تعد تجارة فقط لكن أسلوب لتمويل الإرهاب، تمويل أنظمة قمعية تقتل شعوبها؟ فهنا نرى أن التزام الولايات المتحدة مستمر ومتعاظم أيضا للحد من هذه التجارة. تشير التقارير الإعلامية إلى أن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي ليس فقط في سوريا ولكن على كل دول المنطقة التي تنشط فيها تجارة المخدرات التي تستهدف الشباب، كما تهدد كافة النسيج الاجتماعي في المنطقة. وتبذل قوات سوريا الديمقراطية جهوداً حثيثة للمشاركة في مكافحة تلك الظاهرة الخطيرة. نحن كقوات سوريا الديمقراطية أيضاً في شمال شرق سوريا تقوم لها جهود كثيرة وحثيثة في مكافحة المخدرات في المنطقة، وبالتالي تكون جهودها استمراراً للجهود الدولية التي تقوم بمكافحة هذه التجارة الخطيرة. تم من قبل قوات سوريا الديمقراطية كثير من العمليات لمكافحة هذه الآفة، المخدرات والتجار المتاجرين فيها أو الكابتاجون في المنطقة، وإلقاء القبض عليهم على شبكة كبيرة من مكافحة التي تعمل في المخدرات. يعد المشروع نتاج جهود ما يعرف بالتحالف الأمريكي من أجل سوريا. بحسب مشروع القانون، فإن عناصر من الحكومة السورية محركون رئيسيون في عملية صناعة الكابتاجون والاتجار به، ويتم ذلك بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى بالدعم اللوجستي والتوزيع. يضيف المشروع الجديد صلاحيات جديدة للإدارة الأمريكية لملاحقة أي شخصية ضالعة في تجارة الكابتاجون، بينما كان القانون الأول يلزم الإدارة الأمريكية بوضع استراتيجية مشتركة لمكافحة هذه الظاهرة. أماني بكير، اليوم، واشنطن.